تخيل فيكو. السلام عليكم. لا هو كان دوما حمزة اللوين ديالك. اللوين ديالك. دير على كلشي القرار الوصول. اش كاين ديال الكبار تشدوه ولا تشدوه؟ الله يبارك فيك. تما ترتاح انت. علاش مشكل؟ ما مكرفص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس الله يحفظك العزيز. عرفنا اليوم بهذه الجمعيات اللي دايرين اليوم الدوري رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أول حاجة معك أشرف مازوز معروف فيكو رئيس جمعية حمراء خضراء. في نفس الوقت مدير ديال الملعب. بالنسبة للدوري الرمضاني منظمة جمعية ديال التواصل اللي الرئيس ديالها هو السي عبد الطيف أديب. بالنسبه للدوري كنا درنا تقريبا فئه ديال الوليدات الصغار ودرنا الفئه ديال الفيطيرو يعني 45 سنه فما فوق يعني بدا فهمتي بداو المباريات يعني من النهار الاول ديال رمضان. بالنسبه للنهائيات كي تشوفوا اليوم الفئه ديال 2010 2011 كتجمع ما بين جمعيه التواصل وجمعيه الكرام. دابا حاليا دابا النتيجه على ما اظن 2-0 وبالنسبه ان شاء الله وراء هذا النهائي هذا كاين نهائي اخر ديال الفئه ديال الفيطيرو ديال فريق سباته وكاين فريق ديال الفنانون. الحمد لله بالنسبه لمعظم الدوري في رمضان الحمد لله كان يعني كي كان بالنسبه للوليدات الصغار يعني كنا كنلعبوا فهمتي المباريات من الحد لحد وبالنسبه للفئه الكبيره كنا كنلعبوا يومين وكنريحوا نهار. الحمد لله المباريات كانوا في المستوى جميع الفرق اللي كانوا مشاركين يعني الحمد لله كان واحد الانضباط كان واحد الروح يعني كان الحمد لله هذاك الشيء مزيان يعني من الاول حتى الاخر. انت يا ولدي فايز جمعوي. وتقريبا بالنسبه للفئه الصغيره 2010 2011 كانوا تقريبا 10 ديال الفراقي. بالنسبه ل 2012 2013 تما كانوا تقريبا 10 ديال الفراقي. وبالنسبه للفئه ديال الفي ديال 45 سنه فما فوق كانت تقريبا جوج جروبات كل جروب فيه 6 ديال الفراقي يعني على يعني كيلعبوا 5 الماتشات في كل مجموعه وكيدوزوا جوج للدومي والفينال. وبالنسبه للمباراه اليوم غتكون يعني كنقولوا حنا ديربي ما بين المدينه وفريق ديال سباته. الحمد لله جوج فرق هادو يعني يقدموا واحد المردود اللي طيله ديال المسابقه الرمضان يعني الحمد لله كان داكشي يعني مباريات يعني فرقي يعني فهمتي يلعبوا فهمتي مباريات فهمتي في المستوى وكنتمنوا من الله باش اليوم ان شاء الله يكون ان شاء الله خير. بالنسبه لهاد النهايه هادو كيلعبوا 20 دقيقه في 20 دقيقه وبالنسبه للفئه اللي غتلعب ان شاء الله وراهم غادي يلعبوا ان شاء الله 25 في 25. اول حاجه كنبغي نشكر شوف تيفي على الحضور ديالهم وعلى المواكبه ديالهم وكنبغي نقول للشعب المغربي عواشر مباركه وكل عام وانتم بخير.